في ظل الظروف التي تعانيها مدينة عدن والتراجع في الخدمات الإنسانية والأوضاع المعيشية، تنظم المنظمة الدولية للهجرة حملة إجلاء للاجئين الصومال العالقين في اليمن الذين لجأوا في بداية الأمر إلى اليمن بسبب ظرف الحرب الذي كانت تعيشه دولة الصومال الشقيقة قبل سنوات. والآن يود المواطنون الصوماليون الموجودون في عدن العودة إلى بلدانهم بسبب تردي الأوضاع الإنسانية في مدينة عدن. نلتقي هنا بمندوب المنظمة الدولية للهجرة وكذلك بالقنصل الصومالي في مدينة عدن. بداية نبدأ من يعني نأخذ نبذة مختصرة عن المشروع. اليوم يحصل إجلاء لحوالي 150 لاجئ من الصوماليين العالقين في اليمن. المشروع يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتقوم المنظمة الدولية للهجرة بتنفيذه بالمساعدة التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وإدارة الهجرة والجوازات في عدن والقنصلية الصومالية في عدن. وطبعا المشروع يهدف إلى مساعدة 2000 إلى 2500 فرد من اللاجئين الصوماليين العالقين في اليمن. يمتد المشروع إلى 6 أشهر، يكون خلالها الإجلاء إلى منطقتين. المنطقة الأولى هي بربرة وتكون بحرا مثل اليوم، والمنطقة الأخرى هي العاصمة الصومالية مقديشو وستكون إن شاء الله جوا من محافظة عدن. اللاجئين طبعا لجأوا أو طلبوا هذه الطلبات بالعودة إلى أوطانهم، وهم متوزعين أيضا في محافظات عدة منها محافظة صنعاء وأيضا محافظة عدن ومحافظة المكلا. طيب لو أخذنا رأي القنصل الصومالي في مدينة عدن عن الأسباب التي دفعت المواطنين اللاجئين هنا لطلب العودة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لجوء اللاجئين الصوماليين الى مدينه عدن كانوا لاسباب، وكان السبب هو بسبب الحرب التي دارت في بلدهم، ولكن حاليا انعدم السبب بسبب الاستقرار في الصومال. فالصومال الان اصبح بلد مستقر، واصبحت الحكومه الصوماليه تسيطر على العاصمه الصوماليه، واصبح الامن يعم ارجاء الصومال. وبالتالي فان اللاجئين الصوماليين بعد ان راوا الامن والامان عام في بلادهم، طبعا نتيجة طبيعيه انهم يعودوا الى بلدهم من اجل ان يعيشوا بكرامه ويعيشوا في بلدهم بين اهلهم. طيب هل الخطوه هذه جاءت بتنسيق مع المنظمه الدوليه ام انها في اطار الجهود السياسيه والمبذوله من قبل؟ طبعا كان هناك الكثير من اللاجئين الصوماليين الذين كانوا ياتوا الينا باستمرار يطلبون مساعدتهم في العوده الى بلدهم، ولكن لم يكن لدينا من قبل الامكانيات من اجل اعادتهم الى الصومال. ولكن قام مركز الملك سلمان للإغاثة مشكورا بتوفير الدعم اللازم لنا من أجل تنفيذ هذا المشروع وإعادة هؤلاء اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى بلدهم. الإعادة هذه هل هي تقتصر على المواطنين الذين انخرطوا في أحياء سكنية في مدينة عدن أم أيضا ستشمل المقيمين في مخيمات مثل خرز وغيرها؟ هذا البرنامج يشمل أي لاجئ صومالي موجود في اليمن يريد العودة طواعية، بإمكانه أن يأتي إلينا ويقوم بالتسجيل وسوف نقوم بإعادته إلى بلده. نستطيع القول انها عوده نهائيه تقريبا، لان هناك اسباب رعيلهم، يعني اسباب نزوحهم من الصومال قد انعدمت. كان سبب نزوحهم من الصومال هي الحرب التي كانت في بلدهم، ولكن حاليا لا يوجد اي حرب في بلدهم. شكرا جزيلا حضرة القنصل. نعود سؤال الاخير للاستاذ، ما الذي تقدمه المنظمه لهؤلاء اللاجئين في رحله إجلائهم الطوعية؟ المنظمة الدولية للهجرة مثل ما ذكرت تقوم بتنفيذ هذا المشروع، وطبعا هي هناك حزمة من المساعدات التي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة. جميع المغادرين اليوم العائدين طوعا إلى الصومال تم فحصهم، ولا يوجد هناك من هو غير لائق للسفر على متن السفينة، لأنه من أهم المبادئ التي ترتكز عليها المنظمة الدولية للهجرة أنها تقوم أو تعيد من هو لائق للسفر وصحيح جسديا ونفسيا بالعودة إلى وطنه.
تمت فحوصات طبعا خلال القدوم من مناطق المجيء من منطقة البساتين، تم توفير الوجبات الغذائية، وأيضا على متن السفينة أيضا سيقوم الطاقم في السفينة بإعطاء الوجبات، طبعا وجبات الغذاء وأيضا الوجبات الملائمة على مدى الرحلة إن شاء الله، إلى أن يصلوا إلى بربرة غدا صباحا إن شاء الله. وهنا نلتقي بأحد المواطنين الصوماليين، ممكن تعرفنا بنفسك؟ عبد الرحمن بانا الشيخ. ممكن تطلعنا على الأسباب التي دعتك إلى طلب الإخلاء الطوعي من مدينة عدن؟ بصفة عامة الناس أغراضهم للعودة يختلف من شخص لآخر ومن عائلة لأخرى، ولكن بصفتي الشخصية فأنا كنت عازما للعودة إلى البلاد، ولكن الإمكانيات الاقتصادية لم تكن تتيح لي، ومشكلة الطائرات، مشكلة الملاحة في مطار عدن كان يمنعنا من السفر عبر الهواء، وهذه يعتبر فرصة غالية لكل من كان عالقا في الجمهورية اليمنية بصفة عامة وبمدينة عدن بصفة خاصة، ونحن نمتن بأن هذه الفرصة كانت في محل إرادة قوية لمن عزم التقديم المساعدة والعون للأسر الصومالية العالقين في اليمن. برأيك ما هي الأسباب التي جعلت من عدن أو من الإقامة في عدن وفي اليمن بشكل عام لم تعد ملائمة لوجود اللاجئين الصومال؟ لا نطلق على هذا عنا بأن حياة في عدن لم تبقى ملائمة للعيش لأسر الصوماليين، ولكن هناك أسر كانوا في الجمهورية اليمنية أكثر من ربع قرن، وبعضهم كانوا أكثر من عقدين من الزمن، وهؤلاء كانوا في يوم من الأيام يفكرون العودة إلى بلادهم لأنهم لم يلتقوا بأسرهم وعائلاتهم الذين يعيشون في الصومال، ولهذا استفادوا من هذه الفرصة. إضافة إلى سوء الوضع الأمني والاستقرار في الجمهورية اليمنية، بالنسبة للعودة هذه والإجلاء، هل ترى أنها عودة نهائية كثير من الأسر؟ يعني في حرب 2015 في كان هناك عدد كثير من الأسر الصوماليين عادوا إلى الصومال، ولكن عندما قارنوا حياتهم في اليمن مع حياتهم في الصومال بمختلف محافظاتها فقرروا العودة إلى اليمن. وقس على ذلك أنني أعتقد بأن هؤلاء العدد الذين يعودون الآن لعل بعضا منهم سوف يعودون إلى اليمن، لأن معهم ارتباطات كثيرة في اليمن، وأعتقد أن هذه العودة لن تكون لبعض الأسر عودة نهائية. شكرا جزيلا أستاذ.